بدأ الصلاة بركعتين شكر لله عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة؟ عرف مما سبق طرف من جواب هذا السؤال، لكن هذا السؤال يتطلب منا أن نقول النعمة التي يسجد لها أو النقمة التي صرفت عنه فيسجد لها، لأن صرف هذه النقمة نعمة، ينبغي أن تكون تلك النعمة التي أولاه الله بها أو تلك النقمة التي صرفها الله عنه أن تكون غير معتادة. يعني مثلا إنسان مريض مرضا عاديا ثم شفي، هذا ما يقال أنه يسجد شكر، فينبغي أن يكون النعمة والنقمة أمر غير معتاد بين الناس. مثل هذا مثل القنوت في الصلوات الخمس، إنما يكون ذلك إذا حل بالمسلمين نازلة، ألمت بالمسلمين نازلة لها وزنها وخطورتها، حينئذ يشرع للإمام أن يقنت. أما إذا أصاب المسلمين مثلا غلاء معتاد فهذا لا يقنط له. وهكذا فالنعمة التي جاءته أو النقمة التي صرفت عنه ينبغي أن تكون غير معتادة مجيئا وصرفا، فهنا يسجد بالشكر. غيره ويصلى ركعتين؟ يعني هو السؤال، هل هناك صلاة ركعتين؟ صلاة ما في صلاة، لا.